يا زينب يا الله عينش علينا عينش على خدام الحسين فاقدين واحد من خدام الحسين صغير ولكن كبير بعقله يستاهل سكن اللحود اللحود بويا ابو الله يعينك يا الله وخلفوا هسه بالامام الحسين وهو خادم الحسين اشوفه والله اشوفه الله يعينك يا الله يعينك انت خادم اهل البيت ان شاء الله الله يعينك الله يعينك يا والله ما حد يلومك يا ابويا شمعت حياتك حياتك
ختمك بويا ردك تكبر الصيب شحلاتك بويا يا بويا الصبو ان شاء الله يا. ان شاء الله ما عبد الله وما علي الاكبر الله يعينك يا والله سلامك يا ابو عبد يما ما قاعد وياك يما ما
يومين اللي ما قاعد الله يعينك يا والله، الله يعينك. أنا أريدك تتأسى بالإمام الحسين. أيوة. طقات الدنيا بيا ساعة، كل شيء ما بيجي، كل شيء ما بيجي، يعني شيء ما تحسوا إذا راح، إن شاء الله في ضيافة الحسين. إي والله عبرة هاي لنا إلي ومن غيري وكل الناس، هذا الموت ما يعرف لا كبير ولا صغير ولا أبد. يما ما ظنيت هيك الدهر تعال تعال يا راح الولد والبيت صار. زينب قعدت يم اخوانها
أوف الله شو تقول له آخر اللحظات إذا تودع عزيز على قلبك؟ شو تقول له بعد؟ هاي آخر اللحظات. وين لو هاي هي المعصومين من ذراري فرجعنا يا الله شافي وعافي كل مريض يا الله بمريض كربلاء زين العابدين يا الله تقضي حوائجنا للدنيا والآخرة لا تسلط علينا من لا يرحمنا يا الله اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة وادفع عنا البلاء بحرمة الزهراء أخوة الحاضرين احفظهم فردا فردا المؤسسين تقبل الله عملهم بأحسن قبولك من اجتمعنا لأجل أسأل الله تعالى أن يحشره مع خدام الحسين وأن يكون له شفيع يوم القيامة بحق محمد وآله وأن يخلف على ذويه ووالديه وأخوتنا بالصبر والسلوان اللهم احفظ علمائنا الأعلام وارحم الماضين منهم انصر وأيد وأحفظ مجاهدينا قواتنا الأمنية عتباتنا المقدسة يا الله بحق محمد وآله محمد إلى وجه الله وشرف النبي أئمة الأطهار أرواح أموات شيعة أمير المؤمنين العلماء والشهداء ومن ليس لهم ذاكر عمات الحاضرين جميعا سادتي مشايخنا الشباب من مؤسسين لهذه الحسينية وإلى روح من اجتمعنا لأجل رحم الله من أهدى ثواب الفاتحة قبل الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد